الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معانا في استاد الاهلي. الحقيقه بحب ابتدي كلامي بخالص التعازي، خالص التعازي لاسر الشهداء اللي ارتقوا امس في حادث الارهابي في قريه الروضه في بئر العبد بالعريش. الحقيقه حادث جلل وصدمنا كلنا، حتى الان احنا الحقيقه ما فوقناش من هذا الحادث الاليم. لما يبقى قريه تعدادها 750 فرد يستشهد منهم 309، 30 شهيد دون العشر سنوات، 160 شهيد فوق الستين سنة، الحقيقة رقم مفزع ورقم بيندل فيدل على وحشية وإجرام القتلة اللي إن شاء الله سنقتص منهم قريبا، لأن الحقيقة يعني فقدوا كل معاني الإنسانية. مفيش أي مبرر في الدنيا لقتل طفل أو قتل شيخ أو حتى لقتل بني آدم عادي بيصلي في مسجد أو بيصلي في كنيسة أو بيصلي في معبد. إيه البطولة في كده إن أنت داخل بسلاحك على ناس عزل؟ دي مش بطولة، ده جبن وخسة. الحقيقة بنعزي أنفسنا قبل ما نعزي أهالي الضحايا وأهالي الشهداء، يا رب يصبرهم الحدث جلل، وإن شاء الله يعني الجيش والشرطة عندهم القدرة والاستعداد للثأر لدماء الشهداء. الحقيقه احنا في استاد الاهلي النهارده الحديث متواصل عن الاحداث اللي بتدور جوه النادي الاهلي طبعا، ولا حديث يعلو فوق صوت الانتخابات. الحقيقه احب ارحب بضيفي وضيفكم في الاستوديو، ضيفنا الاول في استاد الاهلي الاستاذ كمال عامر مدير تحرير جريده روجي يوسف. اهلا بك. اهلا بك هيثم، منورنا يا استاذ كمال. اهلا بك حبيبي، اهلا بك. قبل ما ندخل في الاهلي، يعني انا في حاجه مهمه قوي، الحادث ده حادث مؤلم جدا زي ما انت قلت، تفضلت قلت، لكن انا عايز اضيف حاجه. هم مش هيسيبونا، يعني اوعى تفتكر ان 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 محور الشر ايا كان دول، لان في دول انت تقدمك او قوتك بتشكل لهم حتى عمليه نفسيه، بيخاف منك من دلوقتي ممكن على الامد الطويل، مش هيسيبك. لكن هو في مشكله بقى، ان النهارده عندهم بكره عندي، يعني انا كمواطن لازم اقوم اادي واجبي. خلي بالك بس في ثلاث جمل كده صغيرين، معظم المشاكل اللي احنا فيها ممكن نساهم فيها بحسن نيه. انت بتبقى شغال في اي حته او اي حاجه، بتتكلم مع اي حد بتفصيله وبتاع، تاخد تفصيله وتفلتر وتروح هناك تركيا وبتاع، وزي ما قضيه المخابرات العامه اللي مسكتها. صحيح. اتنين، احنا بنعمل ايه؟ لازم اشارك، لاني والله العظيم والله العظيم كلنا هندفع الثمن. يعني صحيح. مش ممكن تكون الدايره كده بتقرب مننا رايحه جايه واحنا قاعدين نتفرج، واحنا قاعدين حتى ما بيشغلناش حتى ان احنا نقوم ونساند ونشجع، مش هنقعد نسقف. لازم كل مواطن في مصر من كل حته شارك، زي ما بتروح تشارك في كل حته وتشارك ما اعرفش ايه، شارك في انك تنظف بلدك، شارك انك تحافظ على كيان بلدي المستقر، انا هبقى كويس فيها انا واولادي وانت وكلنا. المضطرب كده، ما احنا كل ما نتعافى شويه السياحه ترجع وهنبدا يعمل لنا نفس المشكله طبعا. يعني هم عايزين يجوعونا الخونه دول، لكن باذن الله اللي بتمناه كلنا نبقى ايد واحده في الموضوع ده. ده كلام محترم، وحضرتك بتدعو كل الناس، وانا بدعي مع حضرتك ان احنا يبقى لينا دور ايجابي. الدور الايجابي مش هو الشجب وال لا لا, لا, لا الدور لا الايجابي ان انت تحافظ على مكانك، نتلاحم في الوقت ده، تبقى صاحي في مكانك. صحيح. هناك ما زالت مفصلات الدوله فيها اخوانا وفي كل اللي هو لا يريدون لك خير. صحيح. موجودين، احنا سايبين الناس تلعب في دماغنا وسايبين شمال ويمين، هم اللي مسيطرين علينا مع الاسف. مش الشرطه هيعمل ايه؟ بيروح يصطاد لكن ما هو البدايه عندنا احنا، وبعد ما يوصل لدرجه الارهاب لدرجه معينه بيروح يمسك الوصول. احنا من الاول فين مؤسسات الدوله؟ فين البتاع المجموعه اللي هي مرتشيه ومش مرتشيه، دول اللي جايين بيشتغلوا اللي هي الدكاكين حقوق الانسان؟ فين الناس دول كلهم؟ فين المجتمع المدني اللي احنا عمالين نتشدق بيه؟ فين وزاره التربيه والتعليم؟ لا بيجوا عند هنا ويقفوا. لا لا لا، انا شايف العمليه احنا عايشين في حته كل واحد حاطط رجله في الميه البارده وعمال يتمطع كده، عملتوا ايه؟ لا والله العظيم، واقول لك النهارده بير العبد، بكره هتلاقيها في بلدنا او في المحيط اللي انت فيه. صحيح. بعدها لازم نصحى، اما تيجي تاخد حد من عيلتنا لازم مبني يموت او حاجه اصحى، لا دي بلد واحنا عايشين فيها، وجربنا نلاقي امن في قبل 30/6 جربنا، فلازم نحافظ على بلدنا. ده وجهه نظري. كلام محترم يا استاذ كمال، يعني نتمنى ان شاء الله ان تبقى اخر الاحداث الحزينه تمر على البلد، وان شاء الله واحنا قادرين ومصر قادره على تخطي الازمه باذن الله. طيب نرجع لحوارنا ان شاء الله. يعني زي ما قلت لحضرتك وكان في بدايه مقدمتي، الاعلام يعني له دور كبير في انتخابات النادي الاهلي. حضرتك شايف الخطاب الاعلامي وتغطيته لانتخابات النادي الاهلي ازاي؟ انا شايفه مش فير، الاعلام في تغطيته مش فير بطريقه او باخرى. ممكن يعني ايه الاعلام قبل كده، يعني من مثلا من 10 سنين كان هو اللي بيسيطر.
صحيح بيسيطر، لان كان في المطبوعات الورقيه هي اللي بتتعمل وهي اللي بتشتغل عليها، ما كانش فيه السوشيال ميديا، فما كانش حصل. لانك انت بتقول حاجه كده بتلاقيها اتضربت بتاع الاعلام. المفروض انت لازم يبقى لك دور، يبقى لك دور، بس لك دور بشرف وامانه، ما يكونش لك مبررات تستردها، تسترد عليها ان محمود طاهر ما سلمش عليك مثلا فتهاجم محمود طاهر، الخطيب ما رفعش عليك ايد السلام ولا سلم عليك تقوم كده. لا لا، دي عمليه اسمها فوضى، ودي حاجه بتظهر من وراها الاحقاد الخاصه او الاطماع الخاصه بنسميها. خلينا فير بنتكلم على المكشوف. يعني حضرتك في المجمل الخطاب الاعلامي مهزوز مش عاجبك في تقرير؟ لا لا خالص، لا خالص. انا نفسي واحد يجي يتكلم ونتكلم، صحيح، نيجي نناقش ونناقش في كذا، لان في حاجات حقائق قدامك. اما تيجي تشوه الحقائق او بطريقه اخرى، او تيجي تلتف حواليها و اسف جدا. واللي عايزك تفهمه كمان، كل الناس فاهمه، تبص لاي مطبوعه او اي حاجه الخبر ده ما يكون، وخاصه ما يكون مش رايق مش مظبوط، بتعرف ده رايح فين وجاي منين. لو انت بحثت شويه المقصود منه هتلاقي فلان الفلاني صح كذا في حاجه او في كذا او في كذا او في كذا. اللي انا شايفه اسمها فوضى، لكن انا بقول بس خليني برضو اخد من بين كلام حضرتك بين السطور حاجه مهمه جدا. حضرتك بتطالب الناس وبتطالب الجماهير او اعضاء الجمعيه العموميه ايا كان اللي بيقرا الخبر، يعني يعرف المقصود من وراء الخبر ايه. ما هو هم يعني انا افهم من كلام حضرتك. خلينا منصفين، ما انا بحط نفسي في مكان، يعني حتى اللي انا بكتبه تاييدا او رفض لفلان وفلان، خد كلامي وخده واقعد فكر فيه، صحيح. ما عنديش مشكله خالص، يعني بالعكس انا هبقى سعيد ان حد ناغشني وحد احد. ما هو في ناس بترد عليك لا، يعني وانا جاي النهارده الصبح قابلت اثنين سواق التاكسي، قال لي يا استاذ كمان انت قلت له لا، في واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، قال لي اه ده انا ما اعرفش. فايه الكلام بيجيب، صحيح. كلام، ولو انا يا سيدي مخطئ صحح لي، يعني انا ما بقولك في ارقام وفي ارقام 1 2 3 4، قول لي لا ده 5 6 7، لكن صحيح. انت ايه المواقف بقى، لانك عامله زي الميه تيجي تمسك سمكه في ميه، صحيح. يقول لك اصل 1 2 3 4 ده واحد بيروج، اجي اقول له لا ده 5 6 7، يقول لي اصل كذا واصل كذا. واللغه العربيه وريني دليلك ايه على الكلام ده. مفيش. فانا شايف ان احنا عايشين فوضى اعلاميه، معظم صحيح. الاعلام الذي يتصدى لعمليه النادي الاهلي، عمليه انتخابيه النادي الاهلي مش فير، له اغراض وموجه بطريقه وباخرى، ودي عمليه فيها خطوره جدا. لكن انا بطمن. طب خليني اقول حاجه، يعني الهجوم والتشويه هو عنوان الانتخابات، وده صحيح. الهجوم والتشويه عنوان الانتخابات اليومين دول. لا، هي الحته الهجوم التشويه هي دي اللي بتتقدم على صوت العقل، لان في اصوات عقل، ممكن واحد يكون صوته عقل واخد يمين او شمال او بايد الكابتن الخطيب او المهندس محمود طاهر، ما عنديش مشكله خالص، او بايد حد من هنا. وده طبيعي، وده طبيعي. المواقف صحيح. يعني نتيجه المواقف ده حاجه محترمه جدا. لكن اللي انا شايفه المنظر العام بتيجي تشد، يعني في اعلام معين تيجي تشد تلاقي حد واقف، حد واقف، يا اما حد ملمس معاه من المجموعه المرشحين، ملمس كلمه ملمس دي حط تحتها 100,000 خط، مش ملمس يعني سلم وامشي، لا سلم وامشي يعني مصالح. العمليه 100 100. الحاجه الثانيه والاخطر انك ممكن بتشوف ان ايه، ان ده يعني من خلال، انا زي ما قلت، من كلمه رايحه فين وجايه منين، فبتلاقيها مش عمليه بنى. هو انت لما تيجي بتنقد، انت بتنقد عشان ايه؟ ما انا بقول فلان المهندس محمود طاهر وحش عشان ايه؟ عايز الاهلي افضل. صحيح. بس قول لي الاهلي افضل في ايه؟ قول لي تركايه، عايز توصل لايه؟ عايز توصل من ايه ولا نقدر ده؟ يا عم مفيش مشكله، قول لي الكابتن الخطيب مش مظبوط. انا لما باجي اهاجم فلان الفلاني او بتاع، بقول له نمره 1 2 3، ما بهاجموش هو، انا بروج للافكار اللي انا مؤمن بيها، او الافكار اللي انا حاسس بيها ان هي كويسه، يعني انا بروج لمجموعه افكار ايا كان مين صاحبها، عشان كده بركب الشخص على الافكار الموجوده. ده حقائق، لكن اللي انا شايفه لان انا بذلت مجهود فيها. صحيح. كل ما بتبذل مجهود وتشوف القرايه، شوف الميزانيه وتقرا فيها، شوف النادي الاهلي وتروح تشوف ده ما قبل وما بعد والحاله، ده كلمتك مسموعه. عشان كده انا اتمنى طب خليني برضو استاذ كمال، يعني كنا بنتكلم قبل الهوا في الشائعات، وبنتكلم تاثير الشائعات على الانتخابات، وقلنا حتى في هليوبلس حصل الكلام ده، في انديه كتير انتخاباتها انتهت حصل الكلام ده. نعم. وكان ليك مقاله كبيره عن الموضوع ده. تمام. كلمنا ازاي شائعات وازاي عضو. انت جبت المقاله دي نازله بكره لسه؟ لا تمام. لا احنا طبعا عايزين عايزين نعرف، لان طبعا انت ليك في 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 الموضوع ده باع وزراع. نعم. عايزين نعرف يعني الشائعات لو خرجت من حد، انا كعضو جمعيه عموميه، انا يا اخي مشجع للنادي الاهلي، ازاي اتحقق من دي شائعه ولا حقيقه؟ هيثم، في اللي بيضرب في حاجتين. الاول اللي بيضرب الاشاعه دي اسف جدا، بيبقى عارف راح فين وجاي منين، بس هو ظنا منه ان الارض خصبه لها، هو حط بذره الكذب في الاشاعه وضربها، هو فاكر انها تعمل دواير ودوائر. لا خالص، لان الناس خلاص، الناس عندها وعي، ما بقاش الناس دلوقتي زي الناس من 10 سنين. صحيح. اليوم لسه حصل حاجه غريبه جدا، وده درس فيه، لازم درس لهواه الاشاعات او الناس اللي هي منظمه، اللي هي الخليه اللي بتلعب في النادي الاهلي، بتتبنى هذا النحو، او لها حاجه مهمه جدا. في اثنين مهمين جدا كانوا في انتخابات نادي هليوبلس. صحيح. رئيس النادي الحالي اللي هو اللي قبل كده هارون التوني، وفي عمرو السنباطي. عمرو السنباطي قبل الانتخابات سيبك بقى من اول خالص،
تصيدوا، بيتكلم على فرع الشروق وازاي ننمي الفلوس وازاي لما ننمي، راح واخدين كلمتين وعلى الفيسبوك هو راح طلع بيان قال يا جماعه انا ما قلتش كده خالص، انا بقول كذا، اي لو احنا زودنا اسعار اللي هي العضويات او حاجه هنرجع للجمعيات العموميه، كلام محترم جدا. اثنين، والاخطر، ودي حاجه ايه يعني، انا ما شفتش الجرم يصل لكده انك تغتال واحد كده معنويا وقبل الانتخابات باربع خمس ايام. انت لو انت عندك قضايا او اي حاجه، في حاجتين لك، بتقدم لاداره النادي بيطعن عليك، بيروح اللجنه الاولمبيه بتاخد حقك. ده لو انت عضو النادي وفي مشكله في رئيس النادي، لكن هو عارفين التوقيت وعارفين ازاي يعني ايه، من ما فيش ورق وخلافه يعني هو مش هيلجا للحته دي. قالوا ايه؟ قالوا راحوا مطلعين ورقه دي جايه من الجهات الشرطيه فيها ان هو عليه يجي خمس قضايا. خمس قضايا دي يعني ايه؟ يعني مش حسن السر والسمعه. يعني راجل سيء السمعه طبعا يعني يستبعد. شفنا في احكام يعني طلعت من مركز التسويه في استبعاد لا ده هو ايه؟ لا مجتمع اليوبلس ايه؟ ده مجتمع ملوش حل. عارف ان هو ايه؟ بيحاكم عمرو السنباطي قدام مجتمعه. ايه اللي حصل؟ انا كلمته قلت له في كذا، المشكله ايه بقى؟ اللي كتبوا الورقه دي وراحوا نشروها في احد المطبوعات في جورنان. يعني العمليه يعني عشان تاخد مصداقيه يقول لك شفت جورنان ما اعرفش ايه، اللي مش هيقول بقى مين اللي عمل طبعا. الفرصه كان قدامه حلين، انا كلمته قلت له هتعمل، قال لي قدامي حلين، يلجا للقضاء في القاضي الجهه اللي نشرت الموضوع، ادي واحد، والاجهزه الحاكمه دلوقتي بتاخد استاذ كرم جبر وبتاع يعني ممكن يعمل اي حاجه في اي واحد له حقه بالزبط. له حق حاجه محترمه جدا. او حاجه ثانيه ان انا ايه، عهدت نفسي، بص الكلام اللي هو قاله بالنص وكتبته ونشرته قبل الانتخاب، عهدت نفسي الا الجا الى او ان مجتمع اليوبلس كل مشاكله تبقى جواه. اثنين، يعني مش عايز حتى يأفور الموضوع عشان يبقى العمليه الانتخابيه برمتها تتلائم او يعني تساوي اعضاء نادي اليوبلس، تيجي زي مكانتهم اللي هي مميزه و يبقى برضه عايزين الموضوع ده. وقال لك حتى خسائر النفسيه انا متغاضي عنها وفوضت امر الله. ودخل الانتخابات عمرو الصنباطي اللي تم اطلاق اكبر واخطر اشاعه في الوسط الرياضي، خلص على اي لان اللي عاملها عاملها بحرفنه جدا، وعاملها ازاي انال منه. شوف يا شاء الله سبحانه وتعالى وبقوة الأعضاء وبجمال العملية الانتخابية يجيب 11,000 صوت وشوية، وأيا كان مين اللي أطلق الموضوع ده أكيد بتصب في صالح المجموعة المنافسة، لأن مش ممكن هتقول المنافسة لا طبعا أيا كان أكيد. ويجي المنافس لي اللي هو هارون التوني رئيس نادي اليوبلس جاب 5,000 بس وشوية. برضو مش دايما يا أستاذ كمال الحل هو تجاهل الإشاعات أو إن أنا أترفع عنها، برضه ساعات بتحتاج ترد. في حاجتين، ما أنت بترد ببيان، ما هو رد على الفيسبوك يا جماعه في كذا كذا، وخلى كل الناس تعتذر اللي قالوها. بس كانت انت ايه الاعتذار ده مهما كان فيسبوك كام واحد، 5,000 10,000، لكن ده انت فوق ال 80,000، فالعمليه فيها خسائر. لكن انا اللي عايز اقوله، الجمعيه العموميه النادي امتصت الموضوع ده وكانت قالت يعني ما تاثرتش بالاشاعه وادت الصح تديله. ادي واحد. نيجي في النادي الاهلي، انا شايف الاشاعات النادي الاهلي نمره واحد، وخاصه على المهندس محمود طاهر. ما هو ايه دايما اللي في الحكم في الاداره هو اللي بيجي عليه، صحيح، لكن هي هناك العمليه كانت مقلوبه، يعني كانت اطلقت على واحد جاي من بره. لكن عندك حاجه، ما انت عندك لما تيجي تقيم المهندس محمود طاهر او تقيم الكابتن الخطيب، كابتن الخطيب في وجهه نظري انا ما شفتلوش التجربه، يعني قد يكون ان انا يعني قعدت ابحث ما جاتلوش فرصه ان هو يبقى رقم واحد وهو يتحمل. صحيح. دايما بيقول رئيس النادي هو الرقم واحد، وهو اللي بيقول ايه عصر حسن حمزه، وده طبيعي، عصر صالح سليم، عصر رئيس النادي، ما بنعترفش برقم اثنين خالص، والا برضه حتى ما كانش في شغله واضح يعني الموضوع انا ما شفتش كويس. لكن شفت الحسن حمد ما اجي اقسم بقى، دايما يمكن الشهاده دي عند الكابتن حسن حمدي هو اللي ممكن يقول ايه ده المشروع اللي احنا نجحت فيه ده بتاع الكابتن الخطيب، المشروع ده كذا كذا، المشروع كذا كذا. لكن طالما ما قالش لحد دلوقتي اذا لم تنسب اي انجازات في الفتره اللي فاتت للكابتن الخطيب، وهذا لانه تولى منصب الرجل التالي في ظل احنا لا نحترم اي تصريحات او اي عصر او لا نقيس اي عصر الا بالرقم واحد، وده عمليه موضوع. فانا ما فيش مشكله، لكن تيجي برضه على الاشاعات المهندس محمود طه، ما اجي اقيمه التجربه واضحه قدامك، ما اجي اقول ده مبنى السكواش اللي كان واقف بقاله 15 سنه وكان موجود وبرقم كذا كذا، وفجاه اتعامل بنفس الرقم الفلوس اللي كانت العقد معمول من 14. اذا ايه هو المبنى ده واقف موجود بتاع الاشتراكات بتاع السكواش ولا مش موجود؟ تقدر تقيمه. لما اجي اقول حمام السباحه ورحت شفته ما قبل وما بعد، عمال يجيب ميه في كل حته. صحيح. وكان قدامهم خيارين، يا اما يجددوا او يحاولوا يرمموا. هو جه المره دي يجدد، رحت شفته ثلاث مرات اشوفه، لان انا عضو في النادي الاهلي فرحت اشوفه بالصدفه. اذا ايه ما انا اقول لك ده احلال كامل او ده تجديد شامل، تيجي تقول لي لا اسف جدا، ده ما تيجي يعني العمليه موجوده. اما اجي اقول حاجه مهمه جدا، في فرع زايد ما كان واقف، محمد سويلم قال تصريح خطير جدا وانا جايب النص بتاعه، قال لك لو لم يتدخل محمود طاهر ومجلس ادارته في ان هم ينموا ويبنوا فرع الشيخ زايد ربما تم سحب الارض واعادته للدوله. ده كلام حصل قبل كده. طب انت بتناقشني في ايه؟
يعني انت بتناقشني في ايه؟ ده مجموعه من الثوابت موجوده ومفيش مشكله، ما نقدرش نقول لا. الحاجه الاهم بطولات، انت شايف بطولات. لاحظ بقى الاخطر لم يتحقق في تاريخ النادي الاهلي في الفتره الزمنيه اللي تولى فيها مجلس محمود طاهر ومحمود طاهر، فتره زمنيه ليه سنتين. كويس؟ صحيح. هذا الانجاز في سنتين لم يتحقق في تاريخ النادي الاهلي في سنتين. في طريق في ايه؟ في فتره زمنيه مماثله، ما بقولش في عصور، يعني واحد قعد 8 سنين ممكن يكون عمل حاجه. اذا انا ايه؟ قدام ظاهره لازم اوقف حدها. اما انا ابدا الفرق، ما انت ما تكون راجل فير وعندك يعني شايف فعلا مصلحه الاهلي واوا، تقول لك احنا عملنا زي ما انا بقولها. محمود طاهر، مهندس محمود طاهر تولى المسؤوليه وخد الرايه من حسن حمدي مرفوعه، ايا كان مرفوعه كده او مرفوعه، ظل او تعب وبذل العرق والجهد هو والمجموعه بتاعته عشان رايه الاهلي تبقى عاليه فوق وفوق وفوق وفوق. صحيح. وعشان كده محمود طاهر احرج كل رئيس ياتي من بعده حتى لو كان محمود طاهر. خليني برضو اقول لحضرتك حاجه، يعني برضو تم حل المجلس بعد سنه. ما لسه ده لسه بقول لك احنا ما دخلناش يعني في ايه؟ ده ما حصلش برضو في هذا الكم من هذه المساحه من الزمنيه اللي هي سنتين ان هو يتعرض للحل. بعد هو اتحل بعد قد ايه؟ ده بعد شهر او شهرين. طب خليني اسالك برضو سؤال الصميم. اتفضل. انا لما اكون مجلس ادارتي 11 او 10 او 9 تمام، زي ما يبقى مجلس ادارتي 5؟ لا طبعا، لا طبعا، لا 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 لا، ده التجربه قالت الخمسه دول كانوا فدائيين، لان 11 هو مين؟ خلي بالك هو اللي جايبهم، هم كانوا اصحابه وفجاه انقسموا. هي السؤال انقسموا عشان حاجه برضو، عشان معلش انا عارف ان اسئلتك هتوه خد، لا انا معاك بس في حاجات لا لا بالعكس انا عايز اسمع حضرتك. لا لا، وانت دلوقتي هو ما كانش حد يتوقع ان محمود طاهر، مهندس محمود طاهر يجيب الرقم اللي هو فرق 8000 صوت. صحيح. مين اللي كان واقف في المجموعه ضد مهندس ابراهيم المعلم اللي هو كان مرشح رئيس، ومين اللي كان واقف في الصف وانا دخلت وبدي صوتي؟ هي كابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن كابتن، وكانوا لسه في الاداره، لسه سايبين الاداره، اذا كان تاثيرهم كان مازال موجود. صحيح. على كل الناس. صحيح. يعني انا ما بقولش طلعوا اربع سنين ورجعوا، لكن ايه اختارت الجمعيه العموميه انحازت للافضل، لانه البرنامج هي ما انحازتش لشخص محمود طاهر، بالعكس كابتن ابراهيم المعلم كان اشهر منه موجود، يعني عشان يعني موجود جنب حسن حمدي، موجود في المقاويه. طب ليه ما نقولش ان الجمعيه العموميه ساعتها كانت عايزه تغير جلدها؟ ما هي ما احنا لا احنا تغير ما تغيرش، لا ده الحاجه البسيطه. لا انحازت للبرنامج. لا 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 لا، يعني ده الاهلي كان افلس او كان. انا بقول لك ردود الناس، يعني الناس تقول لك ما يعني انا بقول لك لا ما هي اللي انت بتقول يغير تغير، لا ما فيش حاجه اسمها غير، لا ده ناس فاهمه قوي بالظبط. الاهلي ما كانش فيه فلوس وكان فيه مشاكل. صحيح. وانا افكرك محمد سويلم مدير الشباب والرياضه تم ارساله الى فرع الاهلي في مدينه نصر، لان صحيح. العمال بتهدد ما فيش فلوس، ما خدوش الاجر بتاعهم. طب انت دي حاجه حد يجي يقولها لي؟ لا لا. الحاجه الثانيه والاهم، هو الاهلي كان فين وبقى فين؟ الاهلي قوه عظمى، قوه عظمى، حاولوا كل الجهات ان هي تخترقه وتمزقه، رفض. المشاكل اللي تم اثارتها ومحاصره مجلس محمود طاهر في ما حصلتش في النادي الاهلي في سنتين، ما حصلتش. ده حتى مجموعته كسروها. صحيح. مجموعته الوحيده الواحده اللي كانت كتله واحده كسروها ازاي؟ هو ما يجي ما انت اتحل واتحل بناء على ايه؟ واخطاء مين؟ اخطاء المديريه مش اخطاء. لا 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 مش لا 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 مجلس لا يعني لا مش خد مش مش اخطاء مجلس بالنص. أيوه. مش اخطاء مجلس الكابتن حسن حمدي، ده الورق بيقول كده. المديريه بتقول لك 1 2 3 4 اعمل، انت ما بتعملش اصلا. يعني اصلا اقول خطا لا يتحمله المجلس الحالي. لا خطأ يعني سابق. لا ده هو ايه؟ مجلس الكابتن حسن حمدي معروف في الورق، مش عايز ده حاجه لانك انت المجلس انت اللي موجود اجراءات خطا انت مش عارف تعملها ومش عايز تعملها، وانت عايز تقول لي ده ناس بقى لهم 40 سنه عارفين ازاي الورقه دي ما يعلقوهاش وعارفين الورق. لا 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 لا، ده الورق اللي موجود معانا لا بيقول ان هم كانوا تعمدوا تقويض العمليه دي. تقويضها هم. بص ورق طالع من هنا لهنا بيقول بالنص ان ايه؟ مجلس الكابتن حسن حمدي تعمد تقويض العمليه الديمقراطيه وبيهدد باصرار ان هو الغائها، وحصل اللي حصل ايا كان. مش هي دي القضيه. يعني تعالى بقى الكيان. حضرتك اول مره حد يتكلم خد بالك في الموضوع ده. انا معايا ورق. لها مش عايز اتكلم فيه لان هيدخلنا ورق ومن اربع سنين. انا معايا ورق. بالعكس انا احنا عايزين الحقائق تظهر. لا بس احنا عايزين الناس تبقى فاهمه اللي بيحصل ايه. وبرضه غيرتنا على الرياضه، الرياضه اللي الاهلي جزء منها زي الزمالك جزء منها. طبعًا. انا كنت بتعصب بتاع انا بتعصب لقوى الخير، بتعصب لبلدي اللي هي كبيره والاهلي جزء منها والزمالك جزء منها والمصري والترسانه كل ده، لان دي اماكن لازم تنور. عشان كده لازم نقول كلمتنا في التوقيت المناسب. اثنين، طيب المشاكل برضه مجلس محمود طاهر والاخطار اللي احنا بنقول سنتين اثنين بس. جميل. جاب انجازات ما حدش جابها بالزبط. ولا ضغوط ومشاكل في سنتين اتعرض لها الاهلي ولا اي نادي تاني. صحيح. لا الاهلي كان الزمالك ممكن او بتاع، لا الاهلي، الاهلي مستقر بيبقى قوي وبيبقى حاجه محترمه جدا. لكن تعالى هنا بقى ايه اللي حصل. نمره واحد، في مجموعه من مجموعه كابتن حسن كابتن المهندس محمود طاهر قالت لا انا همشي. هتمشي ليه؟ السؤال المبرر اللي اتكتب، اصل احنا نرفض التعيين لقياده النادي الاهلي. اوقف بقى يا كابتن عند الحته دي. طب ماذا جه بقى قدامك حلين، ماذا يحدث لو ان مهندس محمود طاهر مشي؟ قال برضه انا مش عايز اكمل. لا ثانيه واحده. لا لا لو قال نفس اللي حصل. لو قال ايه اللي كان هيحصل هو والخمسه اللي معاه؟
ما كان بغصب عن الموضوع كان هيجي مجلس معين. مجلس معين. كنت انت بقى السته اللي مشوا، وانا احترامي وتقديري ومحبتي ليهم. لا القرار اذا ايه؟ اذا المبدا العمليه مش مظبوطه. الحاجه الثانيه، انت لما يكون في مشكله 11 واحد وبتطمن ان انت تكون ضمن ال 11، او ده يشيل حته وده يشيل حته وده يشيل حته، الدنيا ماشيه. ما تيجي خمسه ما انت اوتوماتيك بتخاف. ثلاثه تحت السن يا كابتن. طب ثلاثه تحت السن. ثلاثه يا استاذ كمال خليك فاكر. وثلاثه فوق. برضه اوتوماتيك لازم الخوف يكون عندك. طبعا. اذا انت غامرت بحياتك ومستقبلك وكل حاجه حلوه عندك، وانك تمشي ان مركب النادي الاهلي ما يغرقش. صحيح. كويس؟ لان لو غرق استقرار. لو غرق كانوا شنقوهم قدام على المبنى النهري ده، على الفرع النهري. ما فيش مشكله، لكن ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى والاعضاء وقدرات الناس وقدرات المجموعه الانتحاريه دي خلت الاهلي وصلته ماشي 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 ماشي. صحيح. ده اللي انا عايز اقوله. تيجي بقى لحته الاشاعات اللي انا كاتبها دي. فهليوبلس ايه اللي حصل؟ مجلس اداره مش مجلس، اعضاء نادي هليوبلس اثبتوا للناس كلها وادونا رساله كده، واعطاء النادي الاهلي مش اقل من نادي هليوبلس، مش اقل من اي حته. صحيح. ان هم بوظوا البالونه اللي كانت اطلقت حوالين عمرو الصباطي، وده بالعكس بوزوا. حصل تعاطف معاه اكتر، تعاطف معاه بدليل ان هو جاب 11000 صوت. يعني فرق الاصوات ده ما كانش متوقع خالص. انا رحت عشان تقريبا الضعف. لا انا ما توقعش ان هو يعمل كده. حتى انا ايه، واحنا متوقع، انا نفسي ما كنتش متوقع. اقول اعمل صوتي طبعا ما حدش. المهم لقيته بعيد كده، الناس وهي داخله بتبتسم له. انا قعدت اراقب الموضوع، الناس بتبص للكابتن هارون التوني بتاع، يعني ايه يعني في 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 حاجه. طلعت كبار الستات عايزين عمرو اللي هم الكبار. ايه يا جماعه، كان في اشكاليه هنا وفي حدوته، الدنيا كلها كانت بايظه ونجح. تعالى بقى في النادي الاهلي، الجمعيه العموميه النادي الاهلي عمر ما الاعلام بيأثر فيها. على فكره بلغوني دلوقتي يا كابتن او استاذ كمال، معلش انا اسف، 86200 عضو سددوا الاشتراكات حتى الان، 126 لجنه. اذا انتخابات النادي الاهلي سيحضر من 86200 عضو تم يعني سددوا الاشتراكات جاهزين للتصويت، و126 لجنه. حاجه محترمه. اتفضل يا استاذ كمال. اللي عايز اقوله ايه؟ لا ده النادي الاهلي، النادي الاهلي 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 بجمعيته، الاهلي بناسه. لا لا لا، ده مجموع. ما انا اقعد افكر واشوف كده في كل لحظه خطر، ايا كان مين اللي عايز يلحق يدرب النادي الاهلي بيقف يقول لك لا احنا الاهلي. الاهلي ايه؟ الاهلي مش بالعنطزه يعني، يمكن الاهلي بالكيان. كيان ايه؟ صحيح. احنا مجتمع عايز. في حته مهمه جدا عايز اخد راي حضرتك فيها برضه استاذ كمال، بره يعني بره السكريبت، بره كل حاجه. اتفضل. روابط المشجعين. نعم. وتعامل الاداره معها الفتره اللي فاتت. يعني في روابط مشجعين النادي الاهلي تم التعامل في انديه اخرى معاهم بشكل عنيف شويه. تمام. والموضوع ده ادى الى احداث مؤسفه. والفتره شوف دلوقتي التجمعات دي او تجمعات الجماهير دي بتحضر المباريات وتمشي بدون اي تلافيات، بدون اي مشاكل. تعامل الاداره معاهم الفتره اللي فاتت وازاي قدرت تحتويهم. تمام. ويحضروا المباريات وشجعوا حتى الدوله والنظام قطع التذاكر اللي بالرقم القومي، شايف ده عمل حاله في مصر ولا لا؟ بص خلينا ايه، لا انا هخرج بالحته الصغيره دي للكبير. رؤساء جميل. الانديه كيف ازاي بيتعاملوا مع الموضوع ده؟ صحيح. خلي بالك رؤساء الانديه بيخافوا، رؤساء الانديه المصريه بيخافوا على نفسهم في الحته دي، فبيرجع. صحيح. يرجع ويجي يقول لك ده ولاد لذينه، ده مش عارف ايه، ده عيال كذا، موتوه اقتلوه اعملوا ايه. هو بيخاف لان هو ما عندوش قوه شخصيه اللي يدخل في حوار مع المجموعات دي. صحيح. الا واحد بس، الا اثنين عشان نبقى واضحين، ودول يعني في النادي الاهلي، مهندس محمود طاهر وسمير حلبيه مع النادي المصري. ايا كان هو دخل قدر يتعامل معاهم ويحتويهم ويقعد ويتكلم ويناقش. وشوف جماهير النادي المصري دلوقتي يعني فك عمليه الحته اللي هي ايه، ان انتوا بتمثلوا خطر على النادي. اكتر من كده كمان بقى ايه موضوع. نعم. التذاكر المجانيه، التذاكر سيستم قطع التذاكر، كانت الامن عنده توخوف. انت دخلت اهو. بص ما انا بقول لك، لا ما انا بديك يعني عايز اقول لك انه قام بدور. لا ده قام بدور يعني اداره الاهلي قامت بدور ان هي تبقى وسيط، ان هي تضيع مخاوف الامن. حلو قوي. من حته الرئيس، ان اي حد يخش. الرئيس السيسي جه ما اتكلمنا وكتبته وبتاع. انا خلي بالك الترس كده حاجه يعني. الترس ايه؟ انا مشجع متعصب للاهلاويه ولبورسعيد ولهنا ولكل الانديه، لان المتعصبين دول ولادي. صحيح. هو متعصب لايه؟ للقيمه حلوه، بيشجع جمهوره. الواد بيدي ظهره مفيش، بياخد فلوس مننا. الواد بيبقى مش لاقي ياكل، طالب او اي حاجه، بيروح يقطع يعني، بيدفع. هو الوحيد اللي بيدفع. صحيح. بيعمل ايه؟ هو بيحفز فرقه عشان تكسب. ايه ده؟ صحيح. ايه الغلط فيها؟ الحاجه الثانيه بيبقى مثلا 50000 واحد، في ايا كان الرقم، فيهم كام واحد مش مظبوطين؟ كام؟ 100 500 1000. انت بتحاسب ليه؟ بتحاسب ليه 30 40000؟ لانك انت اصلا ما عندكش شخصيه انك ممكن تدخل فيهم في حوار. الرئيس قال حاجه مهمه على الحته دي تحديدا، انا فاكرها لان قعدنا نقول ونقول، وكان رده محترم جدا. حوروهم وتفاهموا معاهم
واشركوهم الحقيقه. والله الثلاثة دول والله اداره النادي مين اللي عمل كده؟ والمهندس محمود طاهر كان على راسهم، انا اشهد على ده بامانه. يعني تعاملوا مع الموضوع ده بحرفيه عاليه جدا. ما انا اوضح لك الحته بتاعتك دي. واول مره واول مره نشوف مشجع معاه كارنيه بيخش بيه الماتشات واسمه اهلاوي ويفتخر بيه. هو المهندس محمود طاهر تحديدا عمل ايه؟ جه هم مره شتموا، قعدوا شتموا في ماتش، لا انا هقول لحضرتك في ماتش افتتاح بطوله افريقيا، في تمرين وافتتاح بطوله افريقيا. يعني ايه القضيه؟ عمر ما الانظمه القويه ايه شيشتم كمال عامر ولا ايه يا عم؟ مالك مالك مين ما تشتمش في البلد؟ مين ولا حاجه خالص. لكن هو ايه اصر ان هو ايه يبث فيهم روح المسؤوليه. والعيال الشباب دول عايزين ايه؟ عايزين الاحترام، عايزين تتعامل معاهم باحترام. اجي اشجع واروح. عايزين ما تعممش ان هم وحشين وبتوع بانجو وبتوع زي ما بعض الاعلاميين بيقولوا. دول ولادي، ولادي الترس. خلينا مسكين ده عشان ما انا عارف عشان كده ولاد ايه ولا ولاد جامعه ولادك الترس ولا مش عايز ايه؟ لا ما لا مش جامعه بكيه يعني، حاجه برضه مش يعني. بس هو انت لسه حضرتك بتقول مش يعني في ناس منهم مثقفين وناس دكاتره وناس مهندسين وناس غلابه بتاع ابراهيم بتاع اللي بيبيع لنا الخضار هنا وهنا. ايه القضيه؟ ايه اللي بنعاقبهم؟ بيتجمعوا على حب النادي الاهلي. افرض فيهم مجموعه بسيطه شريحه، نعاقبهم ونسجنهم ولا نتعامل معاهم ونتفاوض؟ خلي الاغلبيه هي اللي تمتص كل الحاجات دي من جواهم. مهندس محمود طاهر عمل كده. عشان كده ايه كل الناس بيقول لك ما بيكون في مشكله يروحوا هاجمين محمود طاهر. صحيح. يعني افرض في مشكله في اي نادي في اي حته يقول لك انت اللي فتحت وانت اللي كذا، وهيجوا الدوله ضد محمود طاهر. لكن رغم ذلك ولا فت ولا اي حاجه، واتضح ان هو اكثر وطنيه من الذين اساءوا اليه وحاولوا ان هو ينتزعوا الوطنيه من محمود طاهر ومن النادي الاهلي. في ان هو بيتعامل مع الروابط دي وان هو لا حاجه محترمه جدا. وده بالعكس احنا يعني لو تلاحظ حتى رئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بدا يلين ويستوعب في الساعه كذا ان هو يقرب منهم، لان هو جميل عايز ايه؟ عايز النادي الاهلي تبقى محترم، النادي الاهلي يفوز، عايز الزمالك جماهير الزمالك الوايت نايتس عايز الزمالك يفوز. هقول لحضرتك على حاجه، فاكر اخر تمرينه قبل السفر لنهائي افريقيا؟ مع الرعب دي. فاكر تمرينه الجماهير دخلت بالالاف المؤلفه ودخلوا يعني بيبلغوني 40,000 تعداد يعني بسيط كده 40,000، وكانت تعليمات صريحه افتحوا بوابات النادي تمام ويترحب بيهم. معلش مين ياخد قرار زي ده؟ هيثم هسألك سؤال بقى، افرض في ديفو او حصل حاجه، كان عمل ايه في محمود طاهر؟ يا خبر ابيض. السؤال الثاني، طب ليه ما يكون عمل حاجه كويسه ما بيسقفلوش تاني؟ لا للاسف. ما احنا ليه؟ لان عايز اقول لك حاجه، كلنا لابسين نظارات. كلنا لابسين نظارات سودا بنشوف كل حاجه حلوه محمود طاهر بيعملها باللون الاسود، واي واحد خصمه او اي حاجه بنروح لابسين بتاع 10 على 10، ليه؟ لان احنا ما عندناش اخلاقيات ولا ضمير. انت عايز تقول انا باجي اوصف البدله بتاعتك اوصف كذا كذا، ايه القضيه؟ ولا حاجه، لكن انا ما ادعيش عليك. كويس الحاجات دي بالاسلوب ده بتاع اسلوب الناس اللي هم مش ناس اسلوب معلومة. الاسلوب المحترم ان انا اتكلم على اللي عملته على اللي هعمله، انما الاسلوب اللي احنا نرفضه تماما تماما ايا كان مين هو، ان عشان يبني يعني برنامجه يسال الاخرين. الكلام ده الحقيقه جديد على النادي الاهلي، احنا اول مره نشوف الكلام ده. ما هو انت عايز اقول لك حاجه، انا عايز اروح في الحته الثانيه. اقول لك انا في مقاله كتبتها بس انا انبسطت منها وانا بقراها كاني مش انا اللي كتبتها. انا عايزك تخش فيها بقى، اللي هو الترويج بالبرامج المزيفه. برافو عليك. من يحاسب من؟ الامام بتاعك. عايز اسالك سؤال، انا طبعا ايه لما تيجي انا تقول لي تعالى امسك ايا كان ده، خلي بالك في الرياضه وفي السياسه وفي كل حاجه كل المستويات. طبعا عايز اسالك سؤال، انت لما انت تكون بره ما انت ايدك مش في النار. صحيح. فبتقول احلام وحاجات 10 ما فيش بعد كده. انا هنقل النادي الاهلي هحطه في البحر المتوسط هناك في جزيره مش عارف ايه في قبرص، مفيش مشكله. مفيش انا هعمل كذا وانا هعمل كذا، انا هفتح هناك شبابيك من هنا كله مفيش مشكله. صحيح. انا هجيب الاهلي بياخد بطولات 1 2 3 4 مفيش مشاكل، وانا 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 وانا. السؤال الاهم، بتدخل بتقعد 4 سنين ما بتعملش، ومش ده في انتخابات الانديه لا، وفي الوزراء وفي حاجه، لو اي وزير لو بتشوفه اول ما بيمسك انا هعمل واعمل واعمل وردية. وبعد ما يمشي بتاع لا تلاقيه عمل ولا عمل ولا عمل. السؤال الاهم بقى، ال4 سنين اللي ضيعها الوزير او ال4 سنين اللي ضيعها واحد في النادي نادي الاهلي او غيره، مين يحاسب مين؟ عمرك سمعت حد تحاسب على برنامج انتخابي مزور؟ لا. لا عمرك شفت واحد قاعد يوعد الناس وامالهم وطموحهم والحلم ومش لا حلم والكلام اللي احنا بنسمعه اللي هو 10 على 10 دول كويس ما عملوش ومشي ولا حد صحيح. كلمه صحيح. حد قال له لا من فضلك تعالى هنا حاسبنا اللي انت عملته حتى عشان خالص. ليه؟ طب ليه نضيع من عمرنا عمر 4 سنين طالما في تجربه قدامي اقدر اعملها؟ ليه نستنى التاريخ والتاريخ بيكتبوا عاده المزورين الحشاشين اللي كل واحد يعني انا ايه شايفك ان انت راجل كويس هكتب التاريخ هكتب حاجه على الرياضه والمعلقين وانت صاحبي وبتاع وهكتب لك هكتب لك لصالحك. طب انا استنى ليه؟ طب انا لازم اهيئ انا اللي عايش التاريخ دلوقتي لشوف. انا اللي عايشه وانا اللي احكم. انا مش هستنى انا مش صغير عشان استنى ولا سني يسمح لي ولا اي حاجه. انا اشوف شايف الحاجه دي كذا 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 اقولها كلمه حق تقولها والناس تناقش يشتمونا ما يشتموناش بس لازم نقول وننتصر فيها. فانا الكلام اللي انا شايفه معظم البرامج اللي موجوده اللي انا شايفها هنا كلها
ما كلها ايه؟ يا ريتها تتنفذ. في حاجه بقى هم نسيوها، مفيش احلام مع النادي الاهلي. حلم النادي الاهلي بيتحقق، محمود طاهر حقق 30 او 40% من اجنده المشروعات بس. لسه كنت انا اشوف الدنيا فيها ايه، لسه بيستكمل. حلمك عايز الاستاد، الاستاد اصلا لازم تفشخر كأهلاوية ان البرنامج العنصر من الرياضه كلها، الرياضه كلها اللي كان بيمثل الرياضه كلها في مؤتمر اقتصادي اللي هو اهم محطه او اهم منصه لاطلاق كل المشروعات اللي موجوده عندنا امام الاستثمار العالمي، كانت ممثله في المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، واللي دخل باستاد النادي الاهلي وحطه كده ماكيت كان كل الناس بتزوره. انا الاهلي انا موجود صحيح. في الوقت اللي الناس كتيره في انديه اخرى كانت عايزه تبني اوضه وصاله وعايزه تبني معرفش ايه وتبني ايه، انا بفكر فيما بعد في القفزه الكبيره. خليني اقول حاجه برضو مهمه جدا، الناس بتتفرج علينا وشافوا الماكيت وشافوا اللي حصل وشافوا استاد الاهلي، الناس بتقول لك التمويل وهيجي منين التمويل والاستاد ده هيكلف مليارات. طب خلينا برضو نبسط المعلومه للساده المشاهدين، الساده المشاهدين. نعم. تمويل الاستاد هيبقى جاي ازاي؟ الخطه الزمنيه اتحطت ولا لا؟ الشركه الفرنساوي اللي موجوده، خلينا نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل شويه. انا هخرج من حته صغيره بس عشان الموضوع هي حتتين. اتفضل. زي ما اخر اشاعه يقول لك ايه، محمود طاهر هيبيع النادي الاهلي لرجال الاعمال. ما ده كان برضه محور من محور حتتين حديثنا. عايز اسال سؤال، انا من 40 سنه براقب الحركه الرياضيه. كابتن المحترم جدا اللي هو صاحب ايادي بيضاء على النادي الاهلي كابتن حسن حمدي كان بيتحرك، كان مين مين ما كان عنده كل مجموعه، تيسير الهواري، عنده حسام مفتوح قبل كده، عنده محمد ابو عيال، حضرتك بتتكلم عن السلام، عنده الجرح. احنا حضرتك بتتكلم بنذيع الفيديو للاستاد النادي ان شاء الله، ده الحلم، تصميم كمان. خلي بالك ده ما بقاش حلم، لانك انت عندك ماكتات، عندك الشركات موجوده، عندك عمليه الفلوس هيجيبها منين. عايز اقول لك اللي منع الفتره اللي فاتت محمود المهندس محمود طاهر هو يتخذ خطوات عمليه في هذا المشروع كانت وزاره الشباب والرياضه عندما قالت له ممنوع مشروعات اكثر من العمرك الانتخابي او الفتره صحيح. الزمنيه الانتخابيه بس. وهقول لك الدليل، كان عايز يسوق على 4 سنين الحقوق، لقى ان في مشكله لازم كده فراح مستني، وكان من الممكن يبيعها رغم ان هو خد موافقه من وزاره الشباب على انه يطلقها 4. قال لك لا استنى اللي جايين واستنى كذا، لانه راجل بيشوف بيحترم اللي جاي وبيحترم عقليه النادي الاهلي وبيحترم حتى ان انت ممكن تلاقي اليه جديده في اي حاجه. ده حلم النادي الاهلي، استاد مش عايز مزايده، لان الماكيتات دي مش مزوره، الناس مش مزوره، الارقام مش مزوره. افكار محمود طاهر اذا كان نجح في توقيت معين ان هو ينقل ميزانيه النادي الاهلي ما بين كانت 3 مليون جنيه ولا 3 مليون جنيه موجودين في الميزانيه صحيح. الى اكثر من فائض. خلي بالك الازمه الاقتصاديه اللي في البلد حط تحتها 100 ده ايه، والظروف اللي اتغيرت. خلي بالك الظروف اللي اتغيرت اللي ايه، كان الاول الاهلي لوحده، كان قبل 2011 الوزراء كلهم كانوا يتمنوا يخدموا النادي الاهلي صحيح. في اي حته كنت تدخل كده، انا كابتن حسن حمدي قبلها، انا كابتن صلاح صحيح. كل الدنيا تتفتح صحيح. دلوقتي ما بقاش ده، اي واحد يقول لك لا يا عم ده انا هدخل السجن وجامل الاهلي او الزمالك او بتاع، لا. فاذا الصعوبات التي واجهت مجلس مهندس محمود طاهر لم يواجهها النادي الاهلي في تاريخه. عشان كده من الظلم انك انت حتى تقول ان الراجل ده تقارنه بين اي واحد قبل كده. ظروف كانت صعبه. وبعدين عندك ايه؟ عندك الزمالك بيبص عليك لو انت مشيت خطوه من اي حته بيروح يجيب، ده هو لو معاه فلوس كان راح جاب، مش كان راح جابها في العين السخنه او جابها في، لا يعني خلينا منصفين. ظروف صعبه جدا، بتروح تجيب لاعب بتلاقيه وعنده فلوس بيجيب اثنين، يعني ما بقتش لوحدك زي زمان. ورغم ذلك ما زال الاهلي بكل الموجودات قوه اقتصاديه لا يستهان بها، على راس الانديه كلها، ميزانيته قد اكثر من 1.2 مليار، قد كل الانديه، عنده فائض ايه؟ فائض بخلاف ما تم تحقيقه هنا وهناك اكثر من 280 مليون جنيه كاش، وعنده شويه دولارات عينهم، يعني مبلغ محترم جدا. لا انت تفتخر بناديك، يعني ده اللي انا عايز اقوله. أكيد انا برضو ارجع، خلينا نرجع تاني لكلامنا المهم. برضه في مقاله حضرتك كتبتها واللي لازم احط تحتها 100 خط عن اخوانه الانتخابات. هو ايه، بص خلينا منصفين، كلنا غاضبين جدا. في اخوان لهم مجموعتين، خلي بالك حتى الدوله كمان هي بتطارد كل من يريد الحاق الضرر بالوطن او المواطن. صحيح. يعني اخواني وماشي في حاله ما فيش مشكله، لكن صحيح. وانا اللي انا شايفه الدوله متراخيه جدا، لانه هو الارهاب بيجي منين؟ بيجي من التطرف، الولد صغير في التعليم وهنا وفي النادي وفي مركز الشباب وبتاع، بيطلع 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 لحد ما يوصل لدرجه معينه يمسك السلاح الدوله بتصطاده. طب الفتره الزمنيه دي كلها منين؟ صحيح. احنا تعالى بقى ايه كده بهدوء كده نراقب حتى تصرفات المرشحين بطريقه اخرى. هو انت لما تكون متلون في تصريحاتك انت راجل ما عندكش مبدا، وانا لما يكون عندي فيديو بتقول 1 2 3 4 وتيجي النهارده بتقول 5 6 اسف جدا ان هعلم علامه استفهام واقول لك انت راجل انتهازي انتهازي وراجل عايز يبقى ليك مكانه. حاجه ثانيه، في بعض هناك الرموز في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها رموز في النادي الاهلي، رموز بتساوي العطاء عشان نبقى واضحين. الراجل اللي اعطى واعطى واعطى وما خدش وما اتكلمش وبتاع ده بيبقى ايه؟ لكن طالما جينا مجموعه في النادي الاهلي، المجموعه اللي فاتت دي او الثلاث سنين اللي فاتوا دول
كسرت حاجات كتيره كانت موجوده، الكيان والمصلحه الخاصه، هناك ممن كانوا بيدعوا ان هناك الكيان هو اللي بيحتوينا، مع الاسف جدا المصالح هي اللي كانت هي اللي بتحدد اطارهم، لم يكن هناك اي من جانبهم اي اهتمام بما يسمى بالكيان، بدليل في اول محطه ما شفناش واحد كان بيحط ايده او بيمد ايده للنادي الاهلي ولا لمجلس اداره الاهلي. خلي بالك ايام كابتن حسن حمدي وايامه ما كانش حد يجرؤ في المعارضه ان هو يلحق يتدرب بالنادي الاهلي، ما شفتش. ما كانش حد يجرؤ بيقول تصريح ان هو حتى يهز النادي الاهلي او يرفع قضيه، ما حصلش. ما كانش الكلام ده بيحصل يعني، وكتير قوي اسال محمد عبد الوهاب، اسال سفير نور، اسال واسال واسال، كان تصريحاته كده. ورغم ذلك هنعمل كده. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير حاجه واحده بس، الأطماع تقدمت على الكيان. إذا الكيان عند هؤلاء أصبح أكذوبة، بدليل على الأرض أنت عمرك ما احترمت الكيان ولا عملت لصالح الكيان. تعالى كده واحد، ما يجي مثلا محمود طاهر يجي يدور على مدرب للنادي الأهلي في التوقيت ده، وأحد الناس اللي هم بيقولوا الرموز ويقول إحنا وإحنا وإحنا، ويروح يجي ويبقى على بعد من النادي الأهلي، هو في مركز شباب الجزيرة، يعني إيه 150 متر يا دوبك، ويقف وهو عارف الجماهير وحب جزاع الجماهير. اسف جدا، انت بتولع النادي الاهلي. مشكله ايه في 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 حته محاربه محمود طاهر والغل ضد محمود طاهر، كاد ان يحرقوا النادي الاهلي. عمليه الاسترشاديه هو مين اللي خسر فيها؟ اللائحه. هو انت لما تيجي مجموعه من اللي هم البهوات اللي موجودين دول ويدعوا انصارهم ما تحضروش، هو كان ايه الحقد على محمود طاهر؟ هو هزم النادي الاهلي في الموضوع ده، كان من المفترض، وخاصه ان اللائحه مفيده ما فيهاش لا منع الخطيب ولا منع ده ولا منع ده، زي ما كانت اشاعه وكانوا بيروجوا لها. صحيح. كان من الممكن انصارك انت وانت وانت تقفوا مع محمود طاهر، لان في حاجه اسمها الكيان. الكيان اللي انت دلوقتي بتتباكى عليه وتقول الكيان اللي هو كان يستحق ان هو يعمل لائحه باسم النادي الاهلي، انت اللي افشلت المشروع عن طريق ان انت منعت مجموعتك ان هي تروح تساند محمود طاهر في الحقد على محمود طاهر ان هو تولى الموضوع. اذا احنا ايه؟ كل دول مساهمين النادي الاهلي، كل اللي حصل النادي الاهلي في السنتين هم اللي مساهمينه، وهم اللي صناعه، وهم اللي حاولوا بكل الطرق ان هم يقطعوا او يحاولوا يقطعوا المسافات ما بين محمود طاهر والحكومه. وخطا، هناك اشاعه اخر حته في الجزئيه دي، ان البعض بيقول وبيردد ان محمود طاهر كان ضد الحكومه وان ضد، لا 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 لا، اسف جدا، محمود طاهر كان بيدافع عن قيم النادي الاهلي اللي هو انت اختفيت مع الاسف عشان مصالحك الخاصه، عشان محمود طاهر يقع وانت تستلم بداله او اي حد من اعضاء مجلس الاداره يدخله لاجل الحاجه الخاصه. انت هزمت الكيان وما تهزمش النادي الاهلي. محمود طاهر كان لاخر حاجه ما بيستسلمش، مش عشان محمود طاهر، كان اسلم له ان هو يروح في اي حته ويروح لهنا وهنا ويخلص الموضوع وخلصت، لكن هو كان بيعظم دور المجتمعات الصغيره اللي داخل النادي الاهلي اللي اسمها اللجان، اللجنه القانونيه بتقول لك 1 2 3، اللجنه مش عارف بتقول حاجه، كان بيحترم الموضوع ده، هو ما اتهزمش بالعكس خالص. طب خلينا برضه في حته مهمه جدا الجماهير بتتهم بيها. تتهم مين؟ الفتره اللي فاتت، الاداره اللي فاتت. خلينا نتكلم الملفات، هناخد ملف ملف كده عشان اقيم حد مظبوط. الناس بتقول والله الحقيقه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان بيهتم بالناحيه الانشائيه والناحيه الاجتماعيه اكثر بكثير من الناحيه الرياضيه. تمام. في ملفات كتيرة جدا، خد بالك في ملف تاني اسمه البنية التحتية، مش بس منشآت، الموضوع مش مبنى بس، ده في بنية تحتية اللي أخطر وأخطر ومكلفة جدا ومحدش بيشوفها. ما تبانش يعني البنية التحتية دي يعني كارثة. أنا راجل مهندس وعارف البنية التحتية بتاخد ملايين ما تشوفهاش تحت الأرض. تمام. خلينا نشوف، نمسك ملف ملف كده يا أستاذ كمال. اتفضل. هناخد ملف الكرة. ملف الكرة كشف حساب سريع. تمام. خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا. وأنت الكرة يعني خلي بالك برضه بقولها بكررها، لازم عندما نقيم موضوع لازم نشوف العوامل المؤثره حواليه. صحيح. الاهلي مش لوحده. الاول من ثلاث سنين الزمالك ما فاز بالدوري. صحيح. راح صرف 52 مليون جنيه. كان الاول انت اللي عندك المبلغ ده، انت اللي بتسوق وانت عندك، فبتروح تجيب اللعيبه واللعيبه وخلصت الموضوعات. لكن عندك قوه ثانيه ظهرت، عندك المقصه بفلوسها وعندك سموحه وعامل قلق، يعني الدنيا ما بقتش انت لوحدك. في ميزانيات بتتحط، والمصري دلوقتي بقى ميزانيه كبيره. لا بالزبط. المصري مش ميزانيه كبيره ولا حاجه، ده هو بيلعبه. خلي بالك لان عارف الميزانيه ده هو بالرغم الميزانيه الصغيره دي. لا دي حاجه، لا ده حاجه ايه اللي هو اصرار على انه عايز يعمل عايز يعمل. اللي عايز اوصل لك اتغير، ولكن برغم ذلك ما انت عندك الكره ماشيه. الكره عايزه ايه؟ مدربين اجانب وجابوا. طب مدربين اجانب، مين افشل المدربين الاجانب في الاهلي في فتره زمنيه؟ هناك ايادي كانت بتعبث في استقرار النادي الاهلي. مش عايزين مش عايزه كيمياء،
محمود طاهر اذا كان هو بيحرج ان هو يقول كده او الراجل مش عايز يدخل في تفصيله خالص الا حاجه واحده، عايز يخدم النادي، عايز يشتغل، عايز يخدم مجتمعه، مش عايز ينشغل بهنا وهنا وهو كفايه عليه. لكن هو العمليه دي كلها ايه؟ شوف تصريحات المجموعات اللي هي موجوده دلوقتي، اللي هي في عايزه تدخل مجلس اداره، شوف تصريحاتها في الكوره تحديدا وهنا وفي الاعلام، قعدت تقول ايه وتتكلم ايه؟ انتوا جايين تحاسبوا دلوقتي؟ جايين تحاسبوا النادي الاهلي في ظل الظروف اللي انتوا حاولتوا صانعينها والعوامل المعاكسه اللي هم صانعينها ديت؟ انت كويس ان هو النادي الاهلي ماشي، النادي الاهلي دلوقتي طب مشي، مش المدربين الاجانب، جبنا مدرب، جاب مدرب مصري، هو مبسوطين؟ لا مش مبسوطين، هم عايزين اهل الهزائم، لان على اثر هذه الهزائم بيوجدوا لنفسهم دور. طول ما انت منتصر، طول ما انت فايز وعامل وعامل، ما انت عامل دوشه يعني، ما هو عمليه يعني مش عايز رفض ولا عايز كلام كده، لكن انت عايز ايه في الكوره؟ انا شايف الكوره الاهلي حقق خططه اللي هو عايزها، اذا كان هناك افريقيا انت وصلت للمحطه النهائيه، وشايف في راحت علشان ما اعرفش يعني عايزين يعني كان من الممكن تدارك الموضوع صحيح. لكن صحيح. هي كره القدم كده، خلي عندنا روح رياضيه ودوري وكاس اخر لحظه، وعندك سوبر، عندك مع المصري هناك يعني الدنيا ودوري وكاس تحسن. الموسم طب الماضي. انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني انا شايف عمليه مرضيه كره الصالات، شوف الرياضات 7 بطولات افريقيا في سنه اللي ما كانتش بتحصل لك، انت شوف انت ما كانتش بتحصل لك صحيح، ما تشوف النتائج صحيح. ايه تاني؟ خلي بالك في المهندس محمود طاهر عمل حاجه مهمه جدا، ترتيب البيت، انت قلت حاجه البنيه التحتيه، ترتيب البيت اداريا صحيح تحت. وازاي؟ طب في اكثر من معركه فساد كانت موجوده في النادي الاهلي، محمود طاهر لم يشير اليها عن قريب او بعيد مع اي حد، قال لك النادي الاهلي صحيح. استاذ كمال اقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا فندم، وربنا يشهد على كلامي، معلش انا اسف ان قطعت حضرتك، اتفضل، ربنا يشهد على كلامي هذا يوم الدين، ان انا يعني بطريق الصدفه يعني او بطريق الصدفه البحته، ما كانش في اي ترتيب، وقع بين ايديا قضيه فساد وقدمتها للمهندس النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي، وكان وقدمتها من خلال طبعا عضو مجلس اداره اللي هو كان ساعتها مدارة. كان دكتور هشام العامري الحقيقه، وقدمنا هذا الملف ودخل مجلس الاداره وكان ساعتها مدير النشاط الرياضي كان الاستاذ طارق الدروي او كابتن طارق الدروي، والحقيقه هذا الفساد كان بالملايين، فساد بالملايين تمام، وعضو مجلس اداره اللي هو كان ساعتها العملي. كان بعد المجلس شهاده حق، نعم شهاده حق وعلى ما والله على ما اقوله شهيد، لا ده حاجه محترمه ما انا بقول لحضرتك اللي حصل ان هذه قضيه الفساد تصدى ليها المهندس محمود طاهر ومجلسه في الوقت ده، وكان لسه كاسب انتخابات بعد شهر او شهرين، والقضيه دي كانت بملايين، كان بيتم تعيين ناس في الجهاز الفني بدون ما يكونوا موجودين، بيتاخد مرتباتهم، الكلام ده بالورق يا فندم، الكلام ده بالورق، انا بقول هذا الكلام تمام. والله على ما اقوله شهيد تمام. كان الاجهزه والملابس الرياضيه اللي بتطلع للاعبين بيتم اخذها وبيعها في السوق السوداء، كان ملاعب بتتاجر باسم النادي الاهلي من الباطن وكانت بتتاخد فلوسها، لما اتعرض الموضوع ده على المهندس محمود طاهر، وعلى فكره المهندس محمود طاهر ما اتكلمش في الموضوع ده حتى الان، لما الموضوع ده اتقدم على المهندس محمود طاهر ما ترددش لحظه، قال يحول هذا الموضوع للشؤون القانونيه، وتم التحقيق في هذا الموضوع، ورحت انا الشؤون القانونيه وتم ادانه هذا الشخص وتم اقالته، وتدخلت رؤوس كبيره جدا داخل مصر وخارج مصر لارجاع هذا الفاسد يعني تمام، ولكن رفض المهندس محمود طاهر. انا بقول كلمه الحق، ده انا هكملك بقى حته مهمه، لان الفساد في الجزئيه دي ما قبل المهندس محمود طاهر، يعني هو مش هو اليوم وليله، لا هو جه السؤال الثاني كان من الممكن مهندس محمود طاهر لو هو فعلا في حته من اللي هو مش عايز اقولها لفظ، لو عنده هو مصر ان هو يبقى نظيف، هو مصر كده خلاص يا عم صحيح. لو هو اي حد من اللي موجودين منافسين له دلوقتي والموضوع ده عنده نقل بالحكايه، كانوا فضحوا مجلس مين؟ الكابتن حسن حمدي صحيح، كانوا فضحوه في الجهاز المركزي المحاسبة، فيه اعتقد فيه ومعروفه، وفي في حتت كتيره معروف، في المطاعم وفي ما اعرفش مين، وفي تذاكر الطيران، في الاستشاري اللي موجود هناك في الشيخ زايد، في 100 حاجه كان من الممكن ان هو يسيط عليها، كان من الممكن ان هو يطارد، لكن هو عارف ان القيادات دي قد يكون صحيح. ما عندهاش علم صحيح. انه احترم الناس واحترم تواجدها واحترم تاريخها واحترم عطائها. محمود طاهر قول لي مره كلمه طلعت منه عيب ضد اي حد خالص. طب قول لي مره اشاعه وعملها. ده دلوقتي في مشكله ان هو ايه؟ هو اللي بيحاول يرد على الاشاعات اللي هي ايه؟ كتيبه العمل اللي موجوده مع المنافسين له اللي هم ايه؟ ما بقاش عندهم شغل، ما هو ايه الاشاعات دي هيثم عباره عن ايه؟ زي بيع النادي زي بيع النادي يا استاذ كمال، بيع النادي يعني عايز اسال سؤال، بيع النادي لمين؟ نجيب ساويرس لما ظهر جنبه، هو نجيب ساويرس دلوقتي بقى كخه؟ نجيب ساويرس يعني هو محمود طاهر يعني من السذاجه ان هو يبيع وما يبيعش وبتاع، وبعدين مش في جمعيه عموميه يا اخي ما تحترم الناس، ومش في وش في مش في كل الناس، محمود طاهر ما بيبزنسي، محمود طاهر ايده نظيفه كويس؟ نظيفه
واللي عنده اي حاجه ضده يقول هو او ايه او العهد بتاعه. يعني شوف بقى ايه، شوف محمود طاهر في عمليه ازمه او قضيه الفساد دي ما رضيش يشوه عصر الكابتن حسن حنفي، لكن دلوقتي بيحاولوا ايه يشوهوا عصر الكابتن او المهندس محمود طاهر. اللي عنده حاجه يطلعها، هما ما عندهمش، فبيعمل ايه؟ يقول لك اصل صرف 200 مليون جنيه. مين 200 مليون؟ الراجل يطلع ورق او يطلع حاجه، لان انا ممكن دلوقتي اقول ايه ده الخطيب صرف 500 مليون جنيه. ما كلمه بكلمه واروح اروجها خبر صغير هنا وهنا، معروفه اللعبه معروفه. صحيح. حاجه تانية، رجال الاعمال. طب ما هو طول الكابتن حسن حمدي كان بينجح برجال الاعمال، كان بينجح برجال الاعمال. صفوان ثابت ما هو موجود، كان موجود. الله، تيسير الهواري ما كان موجود. كل الناس دول ده هو كانوا اداره النادي الاهلي. وعائله منصور وانا برضو فاكر انت عمليه رضا عبد العال وبتاع حسام الفتوح اللي راح دفع رومي، لو فاكر انت محمد عبد الوهاب طول عمره، الجرحي طول عمر، الناس دول كلهم المحترمين دول هم ايه بيحبوا النادي الاهلي بطريقتهم. ياسين منصور، حد ينكر ياسين منصور وما قدمه النادي الاهلي من خدمات جليله؟ مستحيل. في كل حاجه. مش معنى دلوقتي اما يستعين بواحد صاحبه عايز ممكن يسهل له حته او مش معنى. ايام حسن حمدي لم يبيع خاصه ان هو قال انا اهلاوي كبير، انا اهلاوي اكبر مشجع للنادي الاهلي. ما هو يعني ما هي حلال لحسن حمدي والخطيب وحرام على محمود طاهر، مش كده؟ هو ده اللي بيتقال طبعا. يعني ده كلام طبعا، ده اللي بيتقال. انا ايه، انت عارف انا مش زعلان، انا زعلان على اللي بيقولها وزعلان على اللي بيحاول يستفيد منها. والله العظيم ما هتكسب، والله ما هتكسب بالطريقه دي ايا كان مين اللي بيغذي الموضوعات دي، مش هتكسب. الناس عندها وعي، وحتى لو ما عندهاش وعي يا عم في ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقتص منك بتشوف كده الدنيا ماشيه ازاي وبتاع. يعني خليني برضه اقول لحضرتك اكبر مثال على حضرتك بتقول موضوع الشائعات. يعني شفنا مثال حي امبارح في انتخابات طبعا نادي الزمالك. انا ما بحبش اتطرق لحاجه بره، ولكن نادي الزمالك ده حبيبي. لا نتطرق مرتضى منصور صاحبي. لا انا قصدي اقول ان لما حصل ايا كان مش هتطرق في اي كلام، ولكن لما حصل هاني العتالي وتم استبعاده ورجوعه وبتاع اكيد حصل تعاطف معاه. يعني قصدي اقول لك مش دايما الشائعات بتنال من عزيمه او بتنال من موقف المرشح. ما هو خلي بالك كانت زمان من 10 سنين الاشاعات دي ليه؟ لان الجورنان بتكتب، فيجي ايه خلاص وطلعت، فالطلقه طلعت، ده اللي انا كاتبه بكره، ده القه طلعت على ما تيجي تجفف الطلقه دي مفيش. ممكن المحرر يسيبك يوم يومين لبستك، بعد كده اما تيجي ترد بيرد كذا. انا اقول لك على حاجه، فؤاد سلطان وزير السياحه الاسبق طبعا، راجل محترم وراجل يعني جه مره كان هو وزير سياحه، جريده من الجرايد راحت شتمه على صفحه، شتيمه ملهاش حل، رفع قضيه، قعد 10 سنين وجه حقه اتحكم له. قال لي هو قال لي بقى شوف درس، شوف شتموني ازاي وعملوا فيه ايه، حق جه في سطرين ويا دوبك ده الجريده عملت سطرين. هو ايه ده، كانت العمليه الورقيه زمان. صحيح. دلوقتي انت عملت لي كذا انت في على الموقع بيعمل كذا، الدنيا ما بقتش في نقل المعلومه بقى اسرع. ولازم تاخد بالك من هنا، كلما زاد مجموعه الاشاعات على محمود طاهر الفتره الاخيره اعرف ان منافسينه افلسوا، لان هو ما عندكش. هو ايه اللي ممكن يقوله الجماهير تقدر تسمعه؟ قول لي مشروع، قول لي اي مشروع. محمود طاهر زي ما بكررها لك احرج كل من ياتي بعده رئيسا للنادي الاهلي حتى لو كان محمود طاهر نفسه. كل ملفاتها يا استاذ كمال، انا شايف معظمها. يعني في حاجات ما ممكن نقف عندها، يعني وارد انا في حاجات اكيد. ما فيش كمال لله وحده، ولكن لما لا انت عارف انا اتكلمت مع بعض والله انا على الترابيزه دي بيجي لي كل الالعاب. نعم. وانا يعني بسعد وبشرب بيهم. كل لعبه في النادي حاسه ان هي اللعبه الوحيده اللي في النادي. كابتن يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يعني من حيث الاهتمام، يعني عشان بيهتم بحسن. كابتن انا هقول لك على حاجه واضحه. الذين يهاجمون مهندس محمود طاهر ومجلسه من لاعبي الكره كويس، هم الذين لم يجدوا لهم فرصه للتدريب او اكل العيش في النادي الاهلي. بس واضحه، في اثنين ثلاثه انا مش عايز اقول اسمائهم فعلا زي وانا فين وبتاع وكده، ما فيش مشكله. يعني ما فيش مشكلة. تقول ايه، تقول ايه يا استاذ كمال لمن يسخر منبره الاعلامي؟ يعني احنا ما بنقول ان انت بتعرض حقائق على الناس والناس بتتكلم. طيب لما واحد يعني او ايا كان بيسخر منبره الاعلامي لمصلحه زي ما بيقولوا تيار معين او جهه معينه، انا عارف انت ابتسمت من كلامي بس خلينا المفروض بتهيألي انا بعرض حقائق. طب ما انا والناس هي من حقها تقول. عايز انت لو تركز تلاقي اي حد من النوعيه دي وتلاقيه ماسك قوله لانه مشروعه اتهزم. ما تشوف ايه، اقعد ركز في اي شخص ايا كان مين، هتلاقيه مشروعه اتهزم في توقيت معين في العمليه دي خالص فبياخد طاره. اثنين او جرت اجتماعات وبتاع كان مساومات على موضوع وبتاع ما خدش الموضوع ماشي، مش عايز اقولها بالتفصيل. صحيح. انا عندي شهود اللي كانوا قاعدين، يعني مش عايزين ندخل في تفصيل، لكن ايه انت كده كمال عامر هقول لك على حاجه. اول ما انا ايدت محمود طاهر وكنا على الهواء كنت في النهار، كان احمد جمال وكان معايا محمود صبري
الاهرام وقاعدين كده. فبيقول لي الانتخابات النتيجه لسه النتيجه. قلت له بص محمود طاهر هيكسب، ولو ما كسبش انا والله ما انا شغال في الصحافه. ده الانتخابات السابقه. اه فعلا يعني مش شغال انا خلاص يا عم. يبقى انا حكمي غلط أكيد طبعًا هرجع لا لا يبقى حكمي غلط هرجع خطوه لاي حد ممكن يكون حكمه افضل مني خلاص. صحيح. انا اتهزمت كويس. جه بعد نص ساعه قالوا لي ده كسب. فهم بيقول لي قلت له لا هي كده لان هو ده الحق هو ده العدل هو ده الاهلي عايز كده. محمود طاهر برنامجه ما انا قريته برنامج اقتصادي يخلي من الاهلي قوه اقتصاديه، قوه اقتصاديه كبيره تتاح له ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها ويحقق رغبه الاعضاء. واللي بره كده بيجيب عندك فلوس بتجيب لعيبه، عندك فلوس بتعمل منشات جديده، عندك كل حاجه. يعني اعلى عقود اعلى عقود واحسن ملاعب واحسن كل الكلام ده يشعر به اللاعب حتى اللاعبين الناشئين في النادي. يعني قصدي اقول انا ما بقولش ان هو إذا انت حضرتك قلت كلمه حلوه قوي. نعم. حلو جدا ان انت يبقى عندك اجنده بتتكلم عليها وبدات فيها تنفيذها والاجنده بتاريخ زمني تقدر تحاسبني بيه. مش الكلام ده مظبوط؟ بالظبط. هو ده الفرق. غير لما انا اجي اقول لك مثلا انا ان شاء الله من احلامي ان انا اخد من هنا اودي هنا احط هنا، بس لا بجدول زمني ولا بتصور ولا برؤيه. تمام. فهو جوه النادي الوضع مثلا دلوقتي ان كان زمان في ازمه، كانت مرتبات بتتاخر، كان مش بس الموظفين واللاعبين. يعني انا اتذكر جيدا المهندس محمود طاهر في احد اللقاءات قال لي الديون كانت 149 مليون. كان منهم 49 مليون لفريق كرة ايام. لا 42 للكوره كلها مش لفريق كوره. خد بال حضرتك بطولات انا صار حافظها. الدولار كان بكام قبل التعويض؟ لا ما كان 42 اللي هي الميزانيه اول ميزانيه 42 منهم فلوس لاكرامي وفلوس لعبد الله السعيد وفلوس 2011 بطولات افريقيا 2011 وبتاع والعاملين وحدوته معقده جدا. انا حتى انا كنت لاعب في النادي الاهلي واعتزلت اللعب، وكان في الوقت ده اعتزل ابو تريكه واعتزل مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. الفلوس ما راحتش عليهم. انا عايز اقول لحضرتك لما جه المهندس محمود طاهر قال والله يا جماعه انا ملزم بكل مليم جوه النادي الاهلي. انا بقول ليه كده؟ نعم. احنا ما بننكرش حاجه، ولكن الواحد يعني ما يحبش ان هو يبقى بيخسف حق حد. عندك في انديه تانية منافسه لما الانتخابات خلصت قال لك اي حد ليه فلوس ياخدها من اللي مشي. انما التزم بالنادي الاهلي. الديون كانت يعني كبيره جدا، ويمكن وضع البلد الاقتصادي وضع النادي كان ساعتها يعني في مشكله. 142 مليون او 149 مليون منهم 142 مليون للكوره، وتم سدادهم على اقساط حتى انتهى النادي في الوقت اللي انت بتحاول تبني النادي لقدام. انا برضو يعني خليني برضو ارجع في حته مهمه، لان الناس برضو احنا كناها ما عديناش عليها. حته استاد النادي الاهلي، ليه انا بتكلم في الحته دي؟ لان الحقيقه دي استاد النادي الاهلي هيبقى صرح، لان هيبقى في متحف في النادي الاهلي، هيبقى في طبعا اسم النادي الاهلي هيبقى مزار. يعني حتى صاحب او رئيس الشركه الفرنساوي قال ان ده هيبقى مزار الناس كلها بتزوره زي ما بنروح ريال مدريد وبرشلونه و و و والكلام ده كله. شايف تمويله، شايف الحلم ده على ارض الواقع بعيد ولا قريب؟ لا هو انا اثق في محمود طاهر. محمود طاهر كان عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. صحيح. توقيت معين وهو استقال. ومحمود طاهر المستقيل من اتحاد الكره انقذ مجلس سمير زاهر اللي هو ايه دفعه للاستقاله. انقذه من الحل والحبس تحويل النيابه. لان كان في مهندس حسن صقر كان حوله من النيابه اداهم تقرير وبتاع قال لك رد عليا. كابتن سمير زاهر راح مدي الورق لمين اللي يرد ومين اللي يبرأهم ومين اللي يعمل كل حاجه كان المهندس محمود طاهر، وانا رحت معاه. كنت لا انا احكي لي بس القصه دي بالراحه. لا بالراحه بقى واحده واحده. ما تاكلنيش استاذ كمال كده يعني فرصه انت معايا. لا فرصه معايا على الهوا هاخد منك بقى المعلومه. هو كان عضو مجلس اداره كويس، وهو كان له وجهه نظر ان هو الحقوق تتباع واحده واحده ولا الحقوق تتباع حته حته حته. كان هو وجهه نظره وماسك الاستثمار وماسك ملف الاستثمار وبتاع. في كان المهندس ربنا يشفيه ويعافيه صاحبنا وحبيبنا الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد ربنا يشفيه يا رب. فقال يا جماعه لا هنعمله باكج واحد، حقوق اللي في مباريات وديه وما اعرفش ايه وفي كذا كذا وهنجيب رقم وبتاع. هم قالوا لا، قالوا لا طبعا مش عايزين نقول ليه و لان كل حته فيها هامش ربح، كل حته فيها تركية وبتاع. هو الراجل ما كانش يعرف البيزنس الاسود ده، وغضب وراح مقدم استقالته وقبلوها على طول لان هو ايه هو دربكه بالنسبه لهم كلهم. كان كويس شكرا. راح مكتبه وراح 10 10. جه كان في بقى مشكله، كان في ما يسمى به جهاز مركزي له ملاحظات. الملاحظات دي بتقدمها طبعا بترجعها تاني بتقولها، هو رفضها فهتحول نيابه لو انت ما ردتش الرد المقنع للمره التانيه. بالظبط كده كل حته. ايه اللي حصل؟ سمير زاهر خد الورق كله وراح للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. كان وقتها مش رئيس النادي الاهلي ولا حاجه، وراح اداها له قال له عشان خاطري خد اعمل. قعد في مكتبه 15 يوم قافل على نفسه مع المحاسبين ومع هنا والورق هنا وهنا، وهو الذي انقذ مجلس سمير زاهر من عمليه تحويل للنيابه. كان على طول كان في قرار كويس وبيض وشهم. ايه ده هو ايه؟ شوف بقى شوف يعني الراجل ما بيحملش حقد لحد. انا كان المفروض ان انت مشيت واستقلت على الاقل. انا ماليش دعوه
خلاص انا حتى لو ما انتقمش يقول لك انا ماليش دعوه. خلاص ماليش دعوه. قصه حلوه على فكره جدا، والحدث ده كان مهم جدا اتحط عليه الضوء كمان. انا كنت موجود في وسط الناس، وانا اللي خدت يعني الكلام كان في بينه وبين المهندس حسن صقر، كنت انا موجود في المساحه ديت، فانا كنت موجود فيها. اذا انت امام واحد عنده قيم واخلاق. السؤال الثاني وكررتها لك وبقولها لك، قول لي اشاعتين قالهم او اي خطا من مهندس محمود طاهر عمله ما هو ضد الكيان النادي الاهلي او ضد اخلاقيات النادي الاهلي. الحقيقه انا ما عنديش اجابه لهذا. الحاجه الثانيه قول لي اشاعه مره حتى المجموعه المحيطه بيه حاولت تضربها على حد. خلاص مفيش خلص. مفيش. قول لي حاجه ثانيه، هو اللي قاله نفذه ولا ما نفذوش؟ نفذه باقتدار. اذا ايه احنا قدام في حاجه اسمها مصداقيه، وفي حاجه راجل يليق بالموضوع ان هو ممكن يكمل. انا القرار بتاعي، انا صوتي اللي انا بملكه انا ومراتي او حاجه، هو ده اللي انا عندي والعزوه بتاعتي او لاصحابي. لكن ايه القرار للمجلس، اسف للجمعيه العموميه اللي هي كانت على محك. محمود طاهر كان في معركته مع اللائحه، كان معركه من اجل كبرياء النادي الاهلي مش عشان حاجه. فعلا بالعكس، هو كان عارف ان هو هيخسر، هو كان عارف ان هو هيخسر، بس لازم يحارب حرب، بس كان لازم يعملها. كان من الممكن ان هو يهادن. صحيح. كتير قوي كتير قوي وببساطه قوي، هو يبقى نجم النجوم في الموضوع ولا اي حاجه. لكن هو قال لك يا جماعه انا ما اقدرش اللجنه القانونيه اللي فيها قامات كبيره اقول لهم لا. صحيح. ما اقدرش يقول لهم كده، وده صح. بعد كل الناس يقول لك لا هو مش رئيس النادي. اسف جدا، في حاجه اسمها نظام ديمقراطي اللي احنا كلنا بنحاول نبقى كلنا نعيشه. صحيح. نظام ديمقراطي موجود، الاهلي بيطبقه. انا ما انت عندك نموذجين في اداره، عندك نموذج مع مرتضى منصور في نادي الزمالك كويس، ده نموذج اداره، وهو عندنا نموذج تاني ايا كان، ده كويس وده كويس، ده بيعجب المحيط بيه والتاني علامه الرضا. انا إيه ما تقدرش محمود طاهر تجيبه يقود نادي الزمالك، ما يقدرش، ولا تجيب مرتضى منصور يقود النادي الاهلي، ما تقدرش، لان افكار مختلفه ونظم اداره. ما هو افكار مختلفه وما هي افكار، لانك انت عندك سيستم واحد ايا كان ما معروف اللائحه، لكن انت هو ايه افكارك انك عشان توصلك للنقطه دي، ممكن توصلك بافكار مرتضى منصور او ممكن توصلك بافكار المهندس محمود طاهر. لكن محمود طاهر عنده سيستم، السيستم ده هو اللي بيقي ويحمي النادي الاهلي. يعني مشكله في النادي الزمالك عباره عن ايه؟ سر استقرار نادي الزمالك هو مرتضى منصور. لو انا شلت مرتضى منصور دلوقتي من نادي الزمالك هتبقى حرب اهليه، ده وجهه نظري. يعني ممكن نختلف او نختلف كويس؟ لانه ما عندوش سيستم. كل حاجه بتبدا بيه وتنتهي بيه، دي عرضه لمشاكل كتيره جدا. نموذج اداره. نيجي بقى في النادي الاهلي عامل سيستم لامتصاص الازمات. عشان كده حتى مهما وصلت درجه الحق الاذى بالنادي الاهلي بتلاقيها لها حدود وتقف او ترجع. صحيح. بيسقط. لكن اللي انا شايفه برضو الحاجه اللي انا غاضب جدا من المجموعه التي حاولت دلوقتي ترجع للمشهد، ارجعوا للي انتوا عملتوه. مفيش نقطة مرة كنت إيجابي مع ناديك في الفترة اللي أنت كنت بعيد عنها. أنت اشتقت للمنصب، اشتقت للنادي الأهلي، اشتقت إن هو النادي الأهلي الاسم اللي هو مكمل للشخصية عندك. آسف جدا، أنت جربت إنك تعيش في الظلام بره النادي الأهلي وتعيش في النور مع النادي الأهلي، مع الإعلام، مع كذا، مع اهتمام، مع أنت أثرت إنك تتقدم وترجع تاني. لكن مع الأسف لازم تبص لنفسك في الفترة اللي فاتت، انت ما كنتش عنصر خالص ايجابي في استقرار النادي الاهلي. تركت المسؤولية تامة لخمسة من الموجودين الفدائيين، خمسة موجودين من فدائيين اعضاء النادي الاهلي. ارجع اقول كمان كانوا ثلاثة تحت السن، المجلس يعني بياخدوا ملفات كبيرة، اللي هو ياخدوا ملفات كبيرة وبتاع. وكان المهندس محمود طاهر الحقيقة الحقد عليهم ان هم نجحوا، لان نجحوا وعملوا اللي انت ما قدرتش تعملوه في سنوات. مش عايزين نقول لحضرتك حاجة كمان برضه، اتفضل. مش الانتخابات يوم الخميس؟ الله. لو انا راجل يعني بقول عايز اربط مصلحه النادي بيا، عمري ما اعمل حاجه لمصلحه النادي. احنا شفنا من يومين توقيع البروتوكول استضافه بطوله ابطال الكؤوس لكره اليد، الحلم الكبير كان بتاعنا السنه اللي فاتت، كاس السوبر الافريقي، وهيكون مع نادي الزمالك في صاله النادي الاهلي عبد الله الفيصل بالمقر في الجزيره، وكمان بطوله ابطال الكؤوس رجال وسيدات، وتم توقيع البروتوكول في حضور المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد. طب انا ممكن اقول انا بيع الحقوق بقى الحقوق كمان الحقوق انت يقول لك لا استنى. لا 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 يعني الراجل مش يعني مش ارزقي لا الراجل استنى الاهلي اللي جاي واللي جاي واللي جاي ممكن اللي يجي يقول لك لا انا مش ولا حاجه ما فيش مشكله الرايات الاهلي لازم تتسلم مرفوعه في كل حته. خليني برضو اقف الحته دي ان بيع الحقوق تم تاجيله لبعد الانتخابات. بعد الانتخابات لا حط لي 100 خط تحت دي. ما انا بقول لك ما نقفش. ده بيبين لك لازم نقف جنبيها. بيبين لك ان الراجل مش ايه مش ارزقي. ده راجل عايز يعمل تاريخ، عايز يعمل حاجه حلوه النادي الاهلي طريق ايه ده وحش. انا بديله فرصه. الحاجه الثانيه برضو ايه، مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه
احترامي وتقديري ومحبتي ليه. الراجل انا بحبه وبحترمه يعني، دي تزعل ما تزعلش الاهلاويه. لا خلينا بس اكمل بعد وقت. اتفضل. البعض بيحاول بقدر الامكان، وانا متاكد هناك من لعب في المساحه ما بين وزير الشباب ومحمود طه، انا عارف ويوصلوا ايه ويعملوا ايه ويعملوا ايه وبتاع كده. البعض كان بيحاول يثير وزير الشباب ويثير الدوله بشكل عام. اصل ضد الدوله، مين ضد الدوله؟ انت عبيط عبيط، مالهاش علاقه. يا ثانيه واحده، اللي بيقول لك ضد الدوله ده من اي حد كان مهما كان مين، ايه الدوله ده؟ الدوله مش انا هختزل الدوله كلها في لائحه استرشاديه او في ايه ده؟ ايه ده؟ ده دي افق. افلاس افلاس. لا اقول لك ايه، احترامي وتقديري لخالد عبد العزيز بالقانون الرياضه اللي انا شايفه خطوه، لان احنا في سنه اولى ديمقراطيه، قد يكون لا يحقق كل الرغبات الناس، ما فيش مشكله، بس الخطوه اتعملت. احنا عايزين في السياسه حاجه زي كده، نعمل وبعدين نتفاهم. صحيح. بدليل ان هم بيبحثوا في بند نسيو مثلا او حاجه بتاع القضاء، ايه يعني، ونشوف بند تاني وبند تالت. احترامي وتقديري ومحبتي لهشام حطب. هشام حطب عمل ايه؟ الراجل كان ايه؟ عمله 1 2 3، رحت مدخله في النار، خد ورميته. مفيش جهاز اداري كمان. اداري ايه؟ ما عندوش حد، الله يكون في عونه. برضه خلينا من الانصاف، حقيقة ممكن حقيقة. الراجل او ممكن قراري يغضب ده او ما يغضبش ده او حاجه، برضه كلنا لازم رامت كره النار في اللجنه الاولمبيه في الوقت ده، مش جاهزه اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه كانت بتعمل ايه يا هيثم؟ كانت كل اللي بتعمله فيما يكون في بطولات عالميه او بطولات اولمبيه او حاجه، بيشوفوا الشرط، بيشوفوا الحاجات دي، حاجات بسيطه كلها. فجاه بيعمل ايه؟ بيدير الرياضه المصريه بمشاكلها في 3 شهور. إيه؟ في 3 شهور بالحرمية، بالافقين، بالمحترمين. ايه يا كابتن مالك؟ عشان كده مش عايز ايه حد يزير الغضب. صحيح. بين هنا وهنا. الاهلي سيظل احد اهم الاعمده الوطنيه الموجوده في البلد. محمود طاهر سيظل ايده نظيفه وراجل مفيد للنادي الاهلي. انا بقول كلمتي، واللي يقول غير كده هو حر. احنا احترامنا وتقديرنا ومحبتنا للجميع. استاذ كمال عامر، طبعا مدير تحرير جريده روزا يوسف، بشكر حضرتك على صراحتك، بشكر حضرتك على يعني على سرد احداث الحقيقه كانت مهمه جدا، ما كناش هنعرفها غير من حضرتك. بشكر وجودك معايا، ان شاء الله تنورنا حلقات وحلقات باذن الله. كل التوفيق للاهلي، وكل التوفيق للرايه المرفوعه، كل التوفيق لكل الاهلاويه ان شاء الله يجردوا نفسهم. انا مش عايز حقد اهلاوي، لاني بنزعج جدا لما يكون في حقد مع شخصيات اهلاويه. اتمنى الايام اللي جايه تبقى افضل وافضل للاهلي وغير وجماهير الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، انتهى اللقاء سريعا، انتظرونا في استاد الاهلي مزيد من اللقاءات. الدنيا بتسخن، اخبار كويسه، اخبار جديده، تابعونا، خليكم على قناه النادي الاهلي، ما تروحوش بعيد. فاصل سريع وهنستكمل معاكم فقرات استاد الاهلي.